نعم، هذه متزوجه عندها ابناء، اختها رات لها رؤيا كانها يعني رزقت بتوام ولابسين وردي. رؤيه التوام في المنام يدل على ذريه كثيره من ناحيه الابناء ومن ناحيه البنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. والوردي يدل على السعاده والتوفيق وذريه بنات، والعلم عند الله. نعم. فاطمة تفضلي. فاطمة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فيك يا شيخ، أنا حلمت حلم، أنا مطلقة وعندي بنت. حلمت أنه كأنه واحد من العائلة وهو مطوع شيء، يعني رجل دين اسمه محسن أو عبد المحسن، هذا كأنه عطى بنتي عقد، فوق العقد هذا بداية ذهب حلو وآخر مثل دناديش كريستال. جيت باخذ من بنتي، طاح الذهب مني انكسر، بس اللي انكسر الفصوص العادية اللي ما لها قيمة اللي هو الكريستال. فأنا قلت، انحرجت، قلت أمي شلون استلم للرجال؟ فقلت الحمد لله أهم شيء بقى الذهب، والذهب كان شكله جدا حلو العقد. طيب، قلت الحمد لله راح يقبل فيه لأنه أول ذهب هو الأصلي، إنه ما صار فيه شيء. أنت تتمنين هذا الرجل عبد المحسن كزوج لك؟ والله يا شيخ أتمنى رجال تقي، يعني رجل دين مثلك وشرواك، يتق الله في كل شيء. هذا دائما ادعي ربي، رجل مطوع. الله يرزقك ان شاء الله. الله يوفقك. حياك الله. حياك الله. حياك الله. شكرا. طيب، بالنسبه لهذه الرؤيه يا فاطمه، رؤيه الرجل اسمه عبد المحسن. عبد المحسن يدل على رجل صاحب احسان من حسنات وغيره، وهو رجل صالح. طيب، قد يتقدم لك فعلا رجل صالح. طيب، والعقد في المنام يدل على عقد النكاح، ويدل على الوظيفة، ويدل على الزواج ومن ذهب. لكن هنا مشكلة، يعني سقوط العقد هذا وتفرقته وكذا، وحرصت أنت على الذهب، يعني هذه في مشكلة قد تكون في أثناء خطوبة، أثناء زواج، بعد الحياة الزوجية، فخلي بالك من المشاكل. أنا أنصحك يا فاطمة، إذا تقدم لك إنسان يعني صالح أو غيره، اسألي، لقوله عليه الصلاة والسلام: يعني من أتاكم ترضون دينا وأمانة وخلقه فزوجوه، دين وأمانة وأخلاق لا تترددين فيه. أما ما دون ذلك أنت لك التجربة، قد تكون تجربة شوية قاسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للحياة الجديدة القادمة، العلم عند الله. نعم.